في البداية أكيد بنرحب بالكوتش الأسباني مستر فرناندو منيوز، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة الرجال. مستر فرناندو، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. شكرا. Thank you very much. شكرا، شكرا جزيلا لكم. مستر فرناندو، في البداية يعني نحب نعرف كواليس يعني اتفاقك مع النادي الأهلي، اتفقتوا مع بعض ازاي؟ اتعرض عليك ازاي تدريب النادي الأهلي، خاصة ان حضرتك تمتلك سي في كبير مع منتخب اسبانيا والفرق الكبرى في اوروبا؟ عايزين نعرف ازاي البدايه كانت مع النادي الاهلي والتفاوض ابتدى ازاي. Well, in in the last summer, في الصيف الماضي when I was free for the another team, I حينما انهيت تعاقدي مع الفريق في الموسم الماضي، Mr. Halet contacted me for السيد خالد اتصل بي لي explain me how is the project in ليشرح لي مشروع النادي الأهلي the situation for to come وكيف هو الموقف إذا أتيت إلى مصر. from the beginning, from the بالطبع moment, because, أنا وافقت منذ اللحظة الأولى لأني أعرف تاريخ الأهلي وأنا أتابع كرة الطائرة بشكل عام حول العالم. how is the project and how is the goals for this season. أنا عرفت ما هو مشروع وما هو هدف الأهلي هذا الموسم فوافقت سريعا. يعني حضرتك قلت في إجابتك أنه كنت متابع النادي الأهلي وشايف وعارف اسم النادي الأهلي، هل تابعت مباريات للنادي الأهلي قبل توليك المسؤولية ولا لا؟ Yes, in general, as نعم بشكل as coach, عام كمدير فني يجب أن أتابع كل الدوريات حول العالم لأن بعض اللاعبين قد تنتقل إلى أوروبا إلى بعض دول أوروبية خصوصا حينما قربت على انتهاء الموسم الماضي، فالسوق مفتوحة لكل الأندية وكل اللاعبين ومن الهم والشيق أن تتابع كل الأندية ready for to find لتكون جاهزا لتجد اللاعبين المناسبين. انا شاهدت مبارتين او ثلاثه للاهلي والزمالك في الموسم الماضي، لذلك حينما السيد خالد اتصل بي وكان لدي معلومات جيده لاعرف الموقف بالتحديد بالنسبه للاهلي. يعني يمكن جماهير النادي الاهلي ما تعرفش الكواليس دي وما تعرفش ان طبعا كوتش فرناندو كان متابع الفريق من قبل ما يجي، ودي حاجه جيده ان المدير الفني جاي على فريق او لما بيجي على فريق بيكون عنده خلفيه وعنده انفورميشن زي ما حضرتك قلت عن الفريق. طيب حضرتك توليت مهمه الفريق، من وجهه نظرك ايه اللي كان محتاجه الفريق؟ يعني من وجهه نظر فنيه، مش هنخش في تفاصيل فنيه مع حضرتك طبعا، ولكن من الخارج من الاطار الخارجي ايه كانت محتاجه الفرقه من وجهه نظر حضرتك؟ One of the important points واحدة من النقاط المهمة قبل أن آتي كانت أن أعرف 50 أو 60% من اللاعبين من الفريق من المنتخب المصري. أنا لعبت العديد من المباريات أمام المنتخب المصري في الدوري العالمي في المباراة التحضيرية، لذلك أنا أعرف بعض اللاعبين ذوي الخبرة زي صلاح، حسام، العديد من اللاعبين المهمين في مصر، وأيضا العديد من اللاعبين الذين أتوا للفريق. So this is one of the more important points. لذلك هذه واحدة من أهم النقاط أن أعرف عن اللاعبين قبل أن آتي. I can make a good work with them. لأستطيع أن أقوم بعمل جيد معهم على تحسين الشخصية والخبرة للاعبين. One of the main points. ومن النقاط المهمة أيضا. كانت أن الأهلي لم يخسر طوال الموسمين الماضيين. السيد خالد وضع هذا لي على الطاولة وقال أن هذا حافز كبير أن نفوز بالمباريات، وكان هذا تحديا جيدا لي بالطبع أن أخوض كل هذه النهائيات وأن ألعب كل هذه المباريات.